كانت عارفه اني غشيت وفي بلاصه ما تعطيني زيرو بغات تشوهني قدام كلشي. فوالا اون ابلودي اونكور اي فوا فازي. هذا هو المثال ديال التلميذ اللي كيخدم. سمع الهضره وخدم. فازي امين. Tu fais exactement ce que tu as fait. حاولت نجاوب ولكن اش غادي نقول؟ اللهم نسكت حسن. ما عرفتش. وبصح تفرجت حيت ما كنت عاقل على حتى شي كلمه من داكشي اللي كتبت. كنت عارفه وكنت حاسه بها. وحتى هي داكشي اللي كانت كتقلب عليه تفرجتني قدام كلشي. انتقمت مني مزيان. رداتني كلون. اصعب حاجه في العالم هي تدوز ساعتين كامله وبنادم تيدير فيك ديك الشوفات ديال الاحتقار والحكره. على داكشي هزيت حوايجي وخرجت. وبلا ما نحتاج نشوف فيهم باش نعرف. حيت عينيهم كانوا بحال شي جناوه على ظهري. وبحال ديما تنهرب وانيسه ما فهمت والو. ولكن عندها الحق. شندير انا في هاد لافاك؟ علاش كتخش؟ اشنو بغيتني نجاوبها؟ حيت مكلخ ولا باغي نبان قدامها واعر؟ غنعاونك. غتخبايي تولي دو. وانا اللي كنت كنقول انيسه هي اللي غادي تقلب عليا وجهها؟ صدقتي اللي كتشجعني. فشكال هاد الدنيا. شكرا. كاينين شي حوايج تقول هما اللي غادي يطراو. في الاخر تيطراو حوايج اخرين. واخا مشيت للخدمه ما بغاش تنسى لي البلا اللي طرا في لافاك. كلشي ضحك عليا. ولكن اهم حاجه هي انيسه وقفت معايا وقالت لي غادي تعاونني. عمرني ما كنت كنتخيل ان القرايه هي اللي غادي تقربني منها. لقيت الوالده كتنشر الحوايج في السطح. كان خاصني نلقى شي بلاصه فين نتبدل. هو يبان لي البيت ديال غيتا خاوي. كونسونطريت بزاف على الرونديفو ديال حميد وانيسه. كان خاصني نشوفها بيرسوناج ديال امينه هو الاول بحال ديما. حتى كتبدا تقاد وكيجي في الاخر شي واحد كيعوجها. تزقلت ما خرجت من بيتها وهي تدخل. امين امين خرج من البيت. من بعد الحكره ديال لافاك والفلاش اللي وقع من بعد باين النهار كي غادي يطلع. ما كانش شي بالي داكشي اللي داز هو المهم. واخا دابا تشوف اش غندير ليك. مش هاد المره ما باقيش تدخل ليا للبيت. البلان كان باين. درت معاه في لافاك قبل ما نمشيو للبارك وعطلت حميد باش نخلي امينه تمشي بلا ما تبان القديم فروشه. علي الزوم دو نوجور. وفين واد حميد هذا؟ ما يمكنليش انا نبقى كنتسنى فيه معاك. سمحي لي ما بغاش تعطل. باش عرفتي غادي تجي دابا؟ ما يمكنش ما يمكنش. ولا ولا ما تخافيش. البارتي الاولى دازت مزيانه ما دازت ما جابت. ولكن البارتي الاخرى هي المشكل. شكون هاد زوينه؟ ملي كنت باغي نرجع حميد ما لقيتش التليفون. قلت يمكن راه غير ما قلبت مزيان. ناري بدات كتشدين الخلعه. ناري اش هادشي كيطرى ليا؟ اش هاد تريسي انت؟ كنت باغي نولي حميد ودابا الا ما لقيتش التليفون حتى داك امين ما غاديش نرجع ليه. غادي نبقى بلوكي غير في امينه. في الاول قلت الحمد لله عندي الزهر. الساعه الزهر صدق نازل عليا بحال الصخر. لا لا ملي وصلت لهذا الشيء الفيلم ديال الخليعه غادي يبدا. اختي تتموت على هاد البلانات. كتسطى على هاد السيناريوهات. الهوايه المفضله عندها هي بحال هاد الفلاشات. راه قلت لكم عليمه. اللي جاب التمام وهو الدوايا وشي اساسي. كان واحد الطواليط وسمعوا كل شيء. ها اللي قلت لكم دابا غنوريك. ومازال ما سالينا. شوف هاد البنتات الزوينات اللي كتهضر معاهم اش غيديروا. في ديك الوقيته كنت كنفكر غير في انيسه كما صبرها تقادة. في الاول قلت التليفون تشفر ولكن المصيبه الكبيره هي ملي عرفت اختي لقاته. مازال جاي وما غادي يطلقوا حتى دير به شي كارثه. شوف يا البقرة اعطيني بتي ساع انا ما باقيش غادي نجي عندك. وليت نادي صافي ما عندي ما ندير. اش واقع؟ اش واقع هنا؟ بقيت مكونسي في الطواليط بهذيك الفورما العجيبه اللي وليت عليها. الا شافني شي حد غادي طرا كارثه. تخلعت بزاف والخلعه كملت من يحل عليا الدوايان الباب والباقي كملوا من عندكم.